الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا بكم وسهلا. أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة، علاقتنا بكتاب الله عز وجل. وردت ألفاظ تدل على عموم أخذ القرآن وعموم القرب من كتاب الله عز وجل، وعبارة الأخذ وردت وهي عامة جدا. وورد أن في الحديث أن الملك عندما ينفتح القبر عن والدي حامل القرآن فيلبس التاج والداه، فيقولون بما هذا؟ فيقول بأخذ ابنكما القرآن. وأنا هنا أؤكد على عبارة الأخذ، لأن الأخذ تشمل الحفظ وغيره، وما الحفظ إلا جزء يسير من هذه المنظومة، فهو حمل ثقيل لكن ثوابه عظيم. سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى في الكتب السابقة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذ، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء، فخذها بقوة، وأمر أهل قومك يأخذوا بأحسنها، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الأخذ. وفي الحديث الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو يعني ماذا يبين للصحابة أهمية أخذ القرآن، فيقول لهم من منكم يحب أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق فيقرأ آية، فيأتي بناقتين كوماوين؟ قالوا كلنا. قال أنت تذهب إلى المسجد وتقرأ آيتين خير لك من ناقتين، وثلاث خير لك من ثلاث، ومن عدادهن من عدد، إلى غير ذلك من الألفاظ. الشاهد هنا ومدار النقاش هو حول تتبع لألفاظ أخذ القرآن، ألفاظ أخذ القرآن. وألفاظ أخذ القرآن، الأمر الذي أبحث عنه، ما هي هذه الألفاظ التي أو الأوامر التي أمرنا فيها في علاقتنا مع كلام الله عز وجل، وماذا يراد منا، وما هو العمل المبني على كل أمر. وأنا هنا عندي مجموعة من الأوراق، ويعني أريد في الواقع أن أطلعكم على بعض الألفاظ، أو ما هي الألفاظ التي دائما تدور في هذا الموضوع بكل ما تعنيه، أو بكل لفظة تشير وتوصل إلى الإفادة من كلام الله عز وجل، أو العلاقة بكتاب الله عز وجل، أين تنتهي؟ ما هي هذه الألفاظ؟ ما هي هذه الأوامر؟ ماذا يجب علينا تجاهها؟ من هذه الألفاظ أنا سأذكر لكم بعض الحقيقة الألفاظ التي يعني الحقيقة تدل على شيء من هذا. هنا من هذه الألفاظ: قد قرأه، إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان. ولفظة القراءة كثيرة جدا، لفظة قراءة القرآن وقراء القرآن كثيرة وردت بشكل كبير. وردت عبارة نقتري، كنا نقتري، وهو طلب أن القراءة من الشخص الآخر، أو يقرأ بعضنا بعضا، هذه من الألفاظ التي وردت. طبعا في هذا البحث أنا أجول في حول أو أبحث وأدور بين كتب فضائل القرآن باعتبارها المجمع الذي تجمع فيه كل هذه الألفاظ، وكتب السنة أيضا. قال في بعض الألفاظ: يجيء قوم يقيمونه. الإقامة تراد، ما المراد بها؟ الإقامة. شوف، وأقيموا الصلاة. قال العلماء: إقامة الصلاة ليست هي مجرد أداء الصلاة، ولكنها أمر يزيد على هذا، وهو إقامتها بكل أوصافها وبكل ما يلزم لها من أركان وواجبات وغيرها.
فهي من الإقامة والأداء المحكم. فالإقامة تشمل أو تدل تشير إلى جودة القراءة، الإقامة في الأداء. هذه من الألفاظ التي يعني وردت، ليدبروا آياته، تدل على التدبر. يقرأ أحدهم القرآن ويقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله، ما بدا له القرآن في خلق ولا عمل. ما الأخذ هنا؟ ما المراد بالأخذ هنا؟ أو ما المعاني التي تدل على الأخذ؟ هنا يذكر القراءة وهي نوع من أنواع أخذ القرآن، لكن هي في نفس الوقت كان النقد على أنه اكتفى بالقراءة والتلاوة بأداء القرآن، مبدع جدا في أداءه لكتاب الله عز وجل وفي تجويده لللفظ، لكن هنا ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إذن من أخذ القرآن أن يظهر أثر القراءة عليك في خلقك وعملك، وهذا من الأخذ. قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، خذها بقوة. المراد بالأخذ بقوة هو مسك الصحف بقوة، ها؟ هذا ممكن يعني الظاهري في معناه يفهم هذا، لكن المراد أنها هي التمسك بهذا الكتاب وأخذه والعمل به، هذه مما تدل عليه هذه الألفاظ. ورد في بعض الألفاظ إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، هذا لفظ من الألفاظ التي وردت في ألفاظ القرآن، لكن دعونا نقف مع المعاني. أنا لست هنا بصدد الكلام عن الأحاديث ضعيفها وصحيحها، لكني سأسرد بعض المعاني المضمنة في هذه الأحاديث، لأني التزمت في هذا البحث أن آتي على كل الأحاديث وآخذ كل الألفاظ في كل ما يرد أمامي. حليتم مصاحفكم، هل هذا فيه شيء من أخذ القرآن؟ تحلية المصحف هنا وردت على وجه الذم ولا الثناء؟ على وجه الذم. إذن من يظن أنه إذا يعني اعتنى بشكل المصحف واعتنى بهذه الرسومات أنه أخذ القرآن، فنقول له ما فعل شيء. إذن نحن نلاحظ الآن، تبتعد المظاهر شيئا فشيئا وندخل للعمق في أخذنا لهذه العناية. قال لا يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، يقرؤون القرآن. من أخذ القرآن القراءة، لكن مفهوم لا يعدو تراقيهم هنا. ولذلك نعود لقوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون، نقول أفتؤمنون ببعض الأخذ وتكفرون وتنسون بعض، ها؟ إذن إذا بدأت من القراءة فيتبع القراءة الاتباع والعمل. يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم في بعض الروايات، من يقرأ القرآن يعني وردت في هذا بعض الصفات، هم شر الخلق أو كذا. يقول هنا ورد في أثر لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام، أيضا قال لا يقرأن. قال ورد في حديث ذكر رجل في أثر ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فقال أولم يتعلم القرآن، وفي رواية المسند أولم تروه يتعلم القرآن. فمسألة التعلم مسألة مهمة جدا. أفضلكم في بعض الروايات أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، والتعليم شامل للتلاوة وشامل للفهم،
شامل للتلاوة والفهم. فالقرآن إما معلومة أو معرفة ذهنية، وهي ما ينتهي عند اللفظ، المعرفة والتلاوة. وهناك معرفة واقعية أو تطبيق واقعي، وهي المسألة المهمة التي تشير إليها. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أبو عبد الرحمن السلمي أخذ يعلم القرآن في جامع الكوفة، خياركم من تعلم القرآن وعلمه الذي جاء بالصدق وصدق به. وهنا التصديق بما تضمنه كلام الله عز وجل، ولا يحصل التصديق إلا بفهم المضمون، فهم المضمون. قال وصدق به، هذه إشارة. هناك بعض مما ورد في بعض الروايات يحدثون بالقرآن يوم القيامة، أو قال اتبعوا ما فيه. هذه من الألفاظ التي تكررت يعني في كثير من المواقع. وردت في بعض الألفاظ يعظمون القرآن. والحقيقة كل لفظة من هذه الألفاظ لا تنفك عن الأخرى، وإنما هي تأتي بالمعاني الأخرى مع هذا المعنى. تعظيم القرآن وإجلاله، لا يمكن أن تجد من يعظم كلام الله عز وجل ويهمله. فمن تعظيم الكلام هو أخذه بقوة والعناية به وملازمة قراءة كلام الله عز وجل. في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، يقال لحامل القرآن اقرأ ورتل وارتقي. والكلام هنا يدور حول من هو هذا الذي يقال، هل يشترط أن يكون حافظ أو أنه فقط مجرد التالي؟ ويبدو من اللفظ أنه سواء كان حافظا أو غير حافظ، المعتبر هنا هو كثرة القراءة. المعتبر هنا هو كثرة قراءة القرآن سواء حافظ أو غير حافظ، فلا بد من الدوام والاستمرار. والذي يؤكد هذا أنه وقد انتهت الدنيا ومات الرجل وبعث على إيمان بالله عز وجل وإيمان بما في هذا القرآن، أيضا يوم القيامة يقال له اقرأ، وربطت بالترقي، انتهى زمن الابتلاء والامتحان. فيدل هذا على أن مسألة القراءة لها بعد مهم. الآن بعض الذين لا يحفظون القرآن، قراءتهم للقرآن ومداومتهم على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار تجدهم أحيانا يفوقون بعض حملة القرآن، مع أن حمل القرآن يستطيع أن يكبر في أي صلاة ويقرأ ما شاء الله غيبا، لكن هذا التالي أو الذي لا يحفظ يفوق بعض حفظة القرآن. قد يعني أحيانا يوكل الإنسان إلى نفسه وأنه خلاص حفظ وأنه الحمد لله وأمضى سنوات يكرر هذا القرآن حتى أتقنه، لكن المسألة ليست هنا في الإتقان فقط، المسألة أن الحفظ مطلوب منه عمل. ما هو العمل؟ هو أن تقوم فيه بالصلاة، أن تصلي بكلام الله عز وجل. ولذلك شرع أعظم ما يكون تلاوة القرآن في الصلاة، وأفضل ما يكون. وتأملوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتيت لقيام الليل فتجد القرآن بالخمسة أجزاء في الركعة الواحدة، البقرة والنساء والعمران، وإن أتيت للخسوف والكسوف قرآن، وإن أتيت لقيام الليل قرآن، الصلاة في صلاة الظهر كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب الرجل إلى البقيع ويتوضأ ويأتي وهو في الركعة الأولى، الركعة الأولى ماذا يفعل؟ ها؟ يسبح؟ يقرأ. كم قرأ؟ يعني معقول هذه المسافة ذهابا وإيابا ووقت الوضوء
حتى يأتي وهو في الركعة الأولى. فالصلاة قرأ في صلاة المغرب بيونس أو في غيرها من السور الطوال. فهذا يدل على أن الأصل أن قراءة القرآن أفضل وضع لها في الصلاة. من الألفاظ التي وردت في أخذ القرآن: اتبعوا القرآن، الأمر باتباع القرآن. قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من جعله أمامه، دعوني يعني أبسط هذا المعنى، أنه يرى أين ما الأمر الذي في القرآن فيتبعه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيرى أن القرآن أمامه، أو يرى التعاليم في كتاب الله عز وجل وهو يتلوها فيتبعها. أما من اتبعه القرآن فهو شخص صدره القرآن، أو تصدر بين الناس بالقرآن، فلان حافظ وفلان حافظ وفلان حافظ، فأصبح القرآن خلفه، فيكرم هو لحفظه، فيقدم ويقدم ويقدم، إن لم يتدارك نفسه فربما هلك، لأن كتاب الله عز وجل كتاب عزيز. فمن تقدم أو جعل هذا القرآن مصدر للترقي هلك هلك. فلا يستخدم القرآن ولا يكون القرآن تابعا لهذا الحافظ أو هذا القارئ، وإنما هذا القرآن هو المقدم وهو المتبع. القرآن حجج فلكم أو عليكم، كما في الأثر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومعنى هذا إشارة إلى كثرة قراءة كلام الله عز وجل، كثرة القراءة. ومما يؤكد هذا المعنى مسألة اللفظ اللي ورد في بعض الألفاظ: صاحب القرآن. صاحب القرآن ما المراد به؟ واضح أن هذا صاحب القرآن أن اللفظ ليس مقتصرا على حافظ القرآن، وإلا لقيل حافظ القرآن. لكن هناك معنى آخر لصاحب القرآن، وهو دوام الصحبة، دوام الملازمة. وملازمة القرآن لا تكون إلا بتكرار التلاوة والقراءة والقيام والوقوف عند حدود الله عز وجل. ولهذا في إشارة بسيطة لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهذا من تمام الملازمة، خلقه القرآن، مع أنه في الواقع ما في شيء اسمه من الأخلاق، نحن نعرف الأخلاق، ما في خلق من الأخلاق اسمه قرآن، ها؟ لكن الواقع أن ما في القرآن كله أخلاق، فجمعت هذه الأخلاق بقولها: كان خلقه القرآن، أي أن خلقه صلى الله عليه وسلم منبعث وقائم على ما أودعه الله عز وجل في كتابه من 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 أمر بالتخلق والأخذ بكتاب الله عز وجل. مسألة التلاوة والأداء الجميل، الأداء الجميل لكتاب الله عز وجل أيضا هو جزء من هذا الأداء الذي يؤدى به كلام الله عز وجل. هذه مجموعة من الألفاظ التي وردت في الأخذ بكلام الله عز وجل. وهناك الحقيقة بين يدي أوراق كثيرة كلها تدور حول أخذ القرآن، من قراءة وأمر بتدبر وتلاوة. في بعض الألفاظ وعافية القرآن أو سورة الملك، لما ورد في الحديث 30 آية شفعت لصاحبه حتى أدخلته الجنة. فهنا في هذا الحديث فيه إشارة إلى الحفظ، إلى حفظ هذه السورة، أنه وعى، ووعى أيضا وعى أصبح وعاء لهذه السورة في قلبه وصدره، وأصبح وعاء من حيث الفهم والتأمل
التفكر في معاني هذه السورة، وهي لا شك تحتاج إلى تأمل ووعي، لأن هذه السورة فيها ما فيها من تعظيم الله عز وجل، وكفى باسمها دليلا على ذلك. إن هذا مأدوبة الله، إن هذا القرآن مأدوبة الله، فمن استطاع منكم أن يأخذ، شوفوا لاحظوا، نعود إلى لفظة الأخذ، فمن استطاع منكم أن يأخذ منه شيئا فليفعل، فإن يعني أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله عز وجل أو من كلام الله عز وجل أو كالبيت الخرب. فمفهوم هذه العبارة الأخذ، أخذ القرآن، والمأدبة هي طاولة عليها أو محل عليه كل ما أطعمة متنوعة ومتغيرة وأشكال وأنواع. فأقول إن القرآن الأخذ به متنوع، فمن استطاع أن يأخذ بأكبر قدر فليفعل، فإن مجرد التلاوة، الحرف في حسنة والحسنة بعشر أمثالها وإلى مئة وإلى ملايين الحسنات. طيب ما بالكم بتلاوة الآية مع تدبرها، أليس فيه زيادة في الحسنات؟ طيب تلاوة السورة أو الآية مع مدارستها، وهنا جاء أتى لفظ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أتت أمر إضافي وهو نزول الملائكة السكينة ذكرهم الله في من عنده، فهناك أبعاد أخرى وأجور أخرى لا تقف عند مجرد قراءة الحرف. ولعلي أقول هنا إن من اكتفى بمجرد التلاوة فهو أخذ وحاز الثواب من جانب واحد، فأين الجوانب الأخرى؟ ومن أراد الأجر فعليه أن ينظر إلى كل الأفعال التي يؤخذ بها كلام الله عز وجل ليحوز كما أكبر من الحسنات. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. ذكرنا الأثر هذا، وهذا فيه إشارة إلى الاتباع. الألفاظ في مسألة عدم العمل كثيرة، ووجدتها متنوعة، حتى يعني ورد في بعض الألفاظ إن أحدهم ليقول إني لا أقرأ السورة في نفس، هذا من كلام الحسن البصري، يقول أقرأ السورة في نفس واحد، تقرأها في نفس، في نفسين، في ثلاثة أنفاس تقرأها. أهم قضية هي ما هو حالك مع كلام الله عز وجل. ودعوني يعني أقول إن قراءة القرآن أمر عظيم عظيم، لكن الأحاديث التي تدل على 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 الأمر بالعمل بكتاب الله عز وجل يبين الهدف ويوضح الأمر المطلوب، حتى تتبين ما هي الوسائل وما هي الأهداف. أنت حتى تفهم كلام الله عز وجل لابد أن تقرأه لتصل إلى العمل، فالهدف هو العمل وإقامة أمر الله عز وجل، وبناء على ذلك يتحقق المطلوب من أخذ القرآن. ينبغي قول ابن مسعود وأثره ينبغي لحمل القرآن أن يعرف بليله، هذه إشارة إلى العمل وتأكيد على هذا القرآن. هنا معنى مهم جدا في الاستغناء بكلام الله عز وجل، قول الفضيل بن عياض ينبغي لحمل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق،
أو إلى أحد من الخليقة إلى دون الله عز وجل، فيجب عليه أن يعتني أو أن يرفع أمره إلى الله عز وجل. ويجب، ومما يميز حامل القرآن أنه مستغني، وقالوا في يتغنى بالقرآن يستغني به، يترفع ويعز بكلام الله عز وجل، فلا يكون مثل غيره من الناس، فلا يبذل حاجته إلا إلى الله عز وجل. هذا جانب. والجانب الآخر أن كلام الله عز وجل هو مصدر غنى، هو مصدر غنى للإنسان، غنى النفس وغنى الحال إلى غير ذلك، فهو مصدر غنى. ألا ترون حامل القرآن يعني من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن، أي غنى معنوي أعظم من هذا أن ينص أو يربط بين إجلال الله وإكرام حامل القرآن، وأن يكون إكرام هذا من إجلال رب العالمين. فهذه منزلة عالية جدا تحمل وتجعل حامل القرآن يكون في قمة من العزة وفي قمة من السمو والرفعة، فلا ينزل لا بهدفه ولا بطلبه. من الأقوال العجيبة التي وردت قول الفضيل بن عياض: حامل القرآن حامل راية الإسلام، وفيها ما فيها من 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 العناية بكتاب الله عز وجل، وأن مسألة تعليم القرآن مسألة شريعة ودين، حامل راية الإسلام. الشريعة قامت على الكتاب والسنة، والسنة شارحة للقرآن. إذن رجعنا إلى كلام الله عز وجل. وهذا أيضا فيه من المعاني ألا يكون حامل القرآن ليس معه إلا القرآن، خاو الوفاض. أين السنة؟ أين العلم والمعرفة؟ فمن استطاع أن يحفظ القرآن فنقول له بسم الله بديت، ابدأ يلا طلب العلم. فلا يليق به أن يكون ليس معه ويجهل كل ما في كتاب الله عز وجل من معاني ومن دلالات ومن أحكام، ويصبح يقع في الأخطاء هنا وهناك، وهو ولا يعمل ذهنه ولا يعمل تأمله ولا تفكره في كلام الله عز وجل. فهذا من العيب والقصور لدى حامل القرآن. طبعا وردت ألفاظ في مسألة القراءة والسؤال بها، السؤال بالقراءة، ونعود إلى مسألة أن أخذ القرآن يلزم منه أن لا يسأل غير الله سبحانه وتعالى. الألفاظ في دلالة أخذ القرآن كثيرة. أنا أريد أن أتي إلى الجزئية التي أختم بها هذه المحاضرة، وهي ما هي الأولوية في أخذ كلام الله عز وجل؟ إذا نظرنا إلى الألفاظ وجدنا أن هناك أمر بالعمل، أمر بالقراءة، أمر بالتلاوة، أمر بالتخلق، أمر بتحسين الصوت، أمر بأشياء كثيرة كثيرة جدا. ما العمل أو ما هي الأولوية التي توصلنا إلى أخذ القرآن؟ إذا قلنا إن أخذ القرآن له أجزاء، الاستشفاء به أخذ، كل هذه أمور تدور حول أخذ القرآن. طيب، ما هي الأولوية وكيف نبدأ؟ هل الأولوية هي مجرد تلاوة القرآن؟ طيب ماذا بعدها؟ هل الأولوية حفظ القرآن قبل فهمه؟ هل الأولوية العناية بتزيين الصوت بكلام الله عز وجل دون فقه القرآن؟ هذه القضية يعني فعلا تؤكد قضية مهمة جدا، كيف نبدأ تعلمنا وتعليمنا لغيرنا. بعض الألفاظ وردت بشكل عام، مثل الأخذ
مثل التعلم وردت بشكل عام، ويدخل وراءها كثير من التطبيقات والأعمال. ولهذا نحن إذا أردنا أن نعلم القرآن أو أن نتعلمه، الأمر الأول والأساسي والمنهجية الربانية في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن السمع. هذه أولى ما يكون في أخذ القرآن، فأنت لا تستطيع أن تأخذ كلام الله عز وجل إلا بعد سماعه، لأن حتى في قراءة ألفاظه يختل الرسم أو يتغير الرسم، هناك منهجية في الرسم تخالف الرسم القياسي. طيب، القضية التي أو طريقة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هي تجسد لنا وتصور لنا هذه الأولوية في أخذ القرآن. أوله السماع، فإن جبريل كان ينزل فيقرأ، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى القراءة ويستعجل أخذ القرآن قيل له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ينتهي جبريل من القراءة ويقضي فتقرأ: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه اتبع فاقرأ كما كنت تقرأ، اقرأوا كما علمتم في بعض الروايات. هذه هي الخطوة الأولى، السماع. الخطوة الثانية هي قراءة القرآن كما أنزل. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، واقرأوا كما علمتم، لأن كل واحد منهم كان يقرأ على لهجته، وعلى كل واحد يقرأ كما علم في حال اختلاف لهجاتهم، واليوم يقرأ كما علم في حال أخذه للقراءة. طيب، قرأ القرآن، الخطوة الأولى السماع، والخطوة الثانية قراءة القرآن. الخطوة الثالثة كتابة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآيات استدعى كتاب الوحي فقرأ عليه القرآن، بل أخذ أمره أن يقرأ عليه ما أملاه صلى الله عليه وسلم، فيقوم له ما خالف حفظه صلى الله عليه وسلم وما ألقي في روعه من القرآن. إذن السماع ثم القراءة ثم الكتابة. قد يقول قائل: إن الكتاب اليوم، ليش الكتاب؟ المصاحف في كل مكان، في كل درج، في كل مسجد، في كل. نقول إن مجالس العلم والتعلم يجب أن يكون فيها جانب الكتابة، يجب، لأن ضبط الأداء وضبط القراءة لا يقع من ورائها خطأ. ألا ترون أننا ربما حفظنا بعض الآيات خطأ واكتشفنا بعد الحفظ؟ طيب، لو أنك كتبتها قبل أن تحفظها، هل تراك تخطئ في قراءتها؟ ما يمكن. ولذلك خطوة الكتابة هذه خطوة مهمة، وهذه لها بعد عظيم، بل يعني من خلال بحث بسيط عن جودة رسم المصحف وأثره في جودة حفظ القرآن، لاحظت أن تطور جمال الخط وتنوع جماليات الخط العربي كان مصدرها القرآن. السبب في ذلك من تعظيم الناس لهذا القرآن، أصبحوا يجملون بكتابته خطوطهم، فظهرت أنواع الخطوط على اختلاف أماكن نشأتها ووجودها، فأصبحت هناك الخطوط رائعة قمة في الروعة، وأشكال وألوان وطرائق مختلفة في كتابة الآيات. وهذه القضية كان لها دور كبير في تطور الخط العربي وتنوع جماليات الخط وأشكاله. يأتي بعد هذا، شوفوا الثلاث الخطوات الأولى ليس فيها إلا سماع وتلاوة
وكتابة، يأتي بعد هذا التطبيق، يأتي بعد هذا التطبيق. التطبيق هي قضية مهمة جدا، وكل ما مضى وسيلة توصل إلى التطبيق. ولهذا من القضايا المهمة طبعا، لا تستغني أنت عما مضى، لا تستغني أبدا عن ما سبق من تلاوة وكتابة وسماع، هذه ما في غنى عنها، ولا يمكن أحد يأتي يزهد بها، لأنك لن تصل للعمل والتطبيق إلا من خلال هذه الخطوات. لكن هناك قضية مهمة جدا، وهي أنا سأبين لكم الارتباك الذي موجود عندنا اليوم، فأقول هذه هي الطرق أو هذه هي المنهجية والأولوية. الأولوية تأخذ القرآن سماعه، ثم تلاوته، ثم كتابته. وهذه القضية التي مضى عليها الخط، لم يتوقف الناس عن الكتابة بالذات في المناطق التي تكثر فيها المطابع وطباعة المصاحف إلا لما كثرت الطباعات، لكن لا زال اليوم الناس في المغرب العربي وفي غيرها من الدول الذين لا تتوفر عندهم المصاحف، وربما توفرت إلا أنهم معتنين بالكتابة والرسم والضبط إلى اليوم. يملي الشيخ على الطالب والطالب يكتب ويضبط، ثم يقوم له الشيخ ما كتبه في اللوح، ثم يأمره يوقع له لبدء الحفظ، ثم يأمر الطالب يبدأ الطالب يحفظ، ثم يكتب صفحة أخرى وثالثة ورابعة. لاحظوا يا شباب، نحن تكلمنا عن أخذ القرآن ووسائل أخذ القرآن، طرق أخذه، وقلنا إنها كلها وسائل توصل إلى العمل. كما قال أحد بعض السلف، نزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا قراءته عملا. العمل هو أن يكون خلقك القرآن، أن تعمل ولا تتحرك إلا بأن تنظر إلى كلام الله عز وجل ومراد الله عز وجل، وهذا من تعظيم كلام الله، أن تكون وقافا عنده. طيب، الآن عرفنا هذه الآليات وعرفنا هذه المراحل. اليوم إذا أراد الشخص أن يتعلم القرآن فبماذا يبدأ؟ ها؟ اليوم أنا أقصد حلقات التحفيظ، يبدأ بالقراءة، ثم ينتقل منها إلى الحفظ مباشرة حتى دون كتابة. الآن فقدنا في هذه القضية يعني السماع، بعض المعلمين الحقيقة يعتني بهذا السماع فيسمع الطالب، وهناك من لا يعتني به، فنقول هناك مشكلة في هذا الجانب. لا بد من السماع أولا، يسمع الطالب ثم يسمع ثم يسمع ثم يبدأ ينتقل إلى المرحلة الأخرى. طيب، هذا جانب مهم جدا حتى نقوم هذه المنهجية في التعليم. ننتقل للمرحلة الثالثة، القراءة الثانية، اللي هي قراءة المعلم على الطالب وليس العكس. ربما بعضهم يطلب من الطالب أن يقرأ، فالأولى أن يسمع الطالب قبل أن يقرأ حتى لا يرتبك في قراءته. هذه المرحلة الثانية. تأتي المرحلة عدم الحديث عن الآيات ومضامينها. نحن الآن سماع ثم قراءة ثم كتابة. الكتابة في الغالب أنها غير موجودة اليوم عندنا، كتابة الآيات غير موجودة، وهذا خلل في تعليم القرآن. ولذلك نجد من يستمر يخطئ في هذه الآية، يستمر حتى يختم القرآن وهو كل ما أتى عند هذه الآية تعثر وقرأها خطأ، لأن أول حفظه كان خطأ، ثم فطن للصواب فأخذ يحاول يقوم، لكن تبقى إشكالية الحفظ الأول. طيب، إذن مسألة الكتابة، سواء وجد المطبوع أو ما وجد، المفترض أن الطالب يكتب، وهذا فيه ما فيه من بركة كتاب الله عز وجل وتجويد الخط وتحسينه. نأتي للمرحلة الأخيرة، اللي هي فهم مضمون هذا الكلام،
وهذه مسألة مهمة جدا حتى في حلقات التحفيظ، يعني من الضروري جدا حلقات القرآن أن يكون فيها شيء من إثارة إثارة أفهام الطلاب لتأمل كلام الله عز وجل، وهي قضية مهمة جدا، مهمة من أهمية إيمان الإنسان بهذا الكلام. مجرد أن تقرأ الآية وأن تطلب من الطلاب أن يتأملوها، وربما احتجت أن تشرح بعض الألفاظ بس تبين لهم حتى يشبحون ويذهبون كل مذهب في تأمل معاني هذه الآية من باب التدبر والتفكر، قد يتأملون ويصيبون وقد يخطئون، لكن أن يعتاد الإنسان على مهارة أو على عبادة التدبر، أن يعتاد الإنسان على عبادة المدارسة، يتدارسونه بينهم، هذا ورد بنص الحديث وفيه دلالة على أن هذه المنهجية كانت موجودة وكانوا الناس يتدارسون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذه الميزة، ولنفترض أنهم لم يكونوا يعملون بها، ففيها أمر بالمدارسة. فهذا الأمر أيضا يوحي إلى 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 المتعلم القرآن أن هناك جزء من تعليم القرآن هو تدبر، وجزء من تعلم القرآن هو مدارسة. الآن كم طبقنا وكم أخذنا في أولوية أخذ القرآن؟ أخذنا السماع، وأخذنا القراءة، وأخذنا الكتابة، وأخذنا التدبر والمدارسة. لاحظوا، وسنأتي إلى مسألة فهم معنى الآيات، الفهم البسيط، الفهم البسيط. هذه القضية هي مسألة مهمة جدا، يجب على معلم القرآن أن يقف وقفات بين الفترة والأخرى مع طلابه. ودعني أقول لعل المعلم أن ربما إذا أراد أن يقف مع كل الآيات وأن يتأمل كل الآيات يرى هذا فيه من المشقة ما فيه، إلا أن هذه القضية من أهم ما يكون. لكن لنفترض أنه لم يتمكن ولم يسعه الوقت، فنقول له قف مع الآيات التي فيها إصلاح لمن بين يديك من الطلاب، تأمل معهم. طبعا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث مواقف، تحدث مشكلات، تحدث ينزل القرآن يعالج. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لجملة واحدة، قال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. تأتي المشكلة ما تدري ماذا تحكم به، فتنتظر القرآن، فينزل القرآن ويوجه. فأنت بين يديك مجموعة من الطلاب، فسر لهم وقف معهم وقفات فيما يصلحهم ويصلح شأنهم ويصلح حالهم. لاحظت على بعضهم قصور في إقامة الصلاة، إذا مر بآية وهو يقرأها عليك بينك وبينه قف معه، اجعله يتأمل هذه الآية، تأمل أنت وإياه. أذكر أن المعلم القرآن كنت أدرس عنده، لما أتينا للآية في سورة النمل وقال الذين كفروا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط، وردت رسمت بالمتحدة أو متصلة ورسمت منفصلة عند العلماء لهذه القضية، لهذه الكلمة ضبطين رسمين، ويكأن الله، والرسم الآخر ويكأن الله. طبعا حنا في ذاك العمر ما ندري وش ويكأن الله وش هذا. فوقف الأستاذ وقال لي إيش معنات هذه الكلمة؟ شوفوا أنا في ذاك الوقت أظن في المتوسطة، يعني في حدود في هذا الحدود، قال لي إيش معنات هذه الكلمة ويكأن الله؟ ما أدري. قال لي أنت ما تسمع أهل مكة إذا فجع أحدهم قال ماذا؟ وي.
فقال هذه وي، كلمة تفجع أو كلمة، فهو عبرها بعبارة من الواقع بسيطة جدا. أذكر الوالد رحمه الله ورحمه موتانا وموتاكم كان يسأل وثمود الذين، سألني مرة وقال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، لفظة جاب عندنا في اللفظة اللهجة العامية الدارجة ما المراد، ما معناها؟ أحضر. فهو يريدني يعني يسألني، يتوقع أني سأجيب بهذا الجواب. قال وش معناها؟ قلت والله الحقيقة أنا حسيت أني بقول شيء خطأ فسكت. قال لي جاب بمعنى نخروا هذه الجبال، جابوها، فلان يجوب المكان يدور فيه. فقال ثمود الذين جابوا الصخرة دخلوا في هذه الصخور ونخروها وجابوا فيها. ومرة قال لي وهو من يعتنون بالنخل ويعتنون بثمار النخل، قال لي ونخل طلعها هضيم، ما المراد؟ فكانت عندنا معلومة الهضيم من الهضم، والهضم يعني البطن والبطن. فقلنا له ونسمع من بعض كبار السن يقولون كل نخل تراها إذا قلت له أنا شبعان يقول لك هذه تهضم، ونخل طلعها هضيم. فقال غير صحيح، وهو رجل معتني بالنخل، قال ونخل طلعها هضيم معناه أن النخلة طلعها أول ما يطلع يكون يرتفع إلى الأعلى، ثم إذا كثر التمر وثقل بدأ يهضم وينزل وينزل وينزل. فالله عز وجل يصف طلع النخل بأنه ينزل إلى الأسفل إذا 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 كبر حجم ثمره. هذا الكلام أنا لا أزال أذكره الآن، وهو يعني في المرحلة الثانوية أو ما دونها ما قبلها، وهي من الأشياء الرائعة والمتميزة. في أحد الحلقات كنا نناقش كيف نجعل الطلاب يأخذون هذا القرآن ويعتنون به، فقلنا نجرب منهجية وطريقة جديدة. المعروف في حلقات التحفيظ أن الطالب يجي اليوم بكرة يسمع، يعني هي تحفيظ، اليوم يجي بكرة يحفظ ويسمع وهكذا كل يوم. قلنا دعونا لا سيما أن مسألة الحفظ هي مثقلة لهم، ويعني بعض الناس ما يحب الحفظ، حفظ يتعب الحفظ، فقلنا دعونا نتجه اتجاه آخر ونأخذ القرآن بطريقة أخرى. كيف؟ قلنا القصص في القرآن تمثل ثلث القرآن تقريبا، قصص الأنبياء والمرسلين، قصص الأخرى، والآيات منتشرة في كل مكان، وأحيانا مثل يوسف، سورة يوسف، قصة يوسف، وتذكر القصص، وسميت بعض السور بأسماء الأنبياء. فما العمل؟ قلنا لنجعل هناك حلقة لسرد قصص القرآن ثم نقرأ الآيات بعد أن نسرد القصة، يكون الأصل سرد القصة، ثم إذا سمع القصة قلنا له هذه الآيات التي نزلت في هذه القصة، فماذا تتوقعون؟ يستوعب ولا ما يفهم؟ سيفهم بتلذذ. وبالفعل قلنا للطلاب ثلاثة أيام لحلقة التحفيظ ويومين للقصص، حتى نلفت أنظارهم، لأنهم هم ينظرون أن نص القرآن هو نص كذا غير معلوم غير مفهوم، احفظوا سمع احفظوا سمع. قلنا خلونا نشعرهم بالمعاني قبل أن نطلب الحفظ والسماع، حتى يحفظ هو، يحفظ المعاني ويفقهها، ثم يأتي يبادر للحفظ. وبالفعل أتيتهم بعد أسبوعين، ماذا فعلتم؟ قالوا والله ما شاء الله، حطينا معلم، قلنا له أنت عليك القصص، يجتمعون عندك الطلاب تقص عليهم القصص فقط،
والمعلم الآخر يسمع الدرس والمراجعة. قلت لهم كيف الحضور هنا وهنا؟ قالوا ممتاز، 30-30، لا يتغيب أحد. كنت متوقع أنهم سيأتون إلى حلقة القصص ويتركون حلقة الحفظ، فقالوا لا، الحضور كامل. قلت العملية فيها خطأ؟ قالوا لا. قلنا لهم اللي ما يأتي لحلقة الحفظ لا يحضر حلقة القصص. وبالفعل صار هذا رادع، إذا أراد أن يحضر القصص وصار محفز أن يحضر ليسمع القصص التي وردت في القرآن. وهذا من أخذ القرآن، أخذ المعاني وفقه المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وحفظه التأويل. التعليم هو أشمل من الحفظ، هو يشمل الحفظ والتلاوة والقراءة والعمل. فمسألة الأخذ هي ألفاظ كثيرة وأعمال كثيرة، تشمل الاستظهار، تشمل التلاوة والقراءة باستمرار، تشمل فهم المعاني، تشمل العمل، التدبر، المدارسة إلى غير ذلك. كل هذه من 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 الألفاظ التي توصل لأخذ القرآن. هذه خلاصة الحقيقة ما أعمل عليه من بحث وتتبع لهذه الألفاظ، وأرجو أن يخرج هذا العمل ببحث بإذن الله عز وجل يفيد في هذا الجانب، ونصل من خلاله إلى أخذ القرآن من كل جوانبه، وألا نغفل جانبا على جانب، فنثقل يثقل من يثقل كاهل الإنسان ببعض الأعمال ويترك ما هو أهم. من هذه القضايا التي أنا أرى أنها من القضايا المهمة أن صغار السن يحفظون قصار السور، يحفظون ويحفظون قصار السور. ثم يعنى المعلم بتحفيزهم للحفظ، وإن أتى الطالب يتلو القرآن تلاوة فلا بأس. التجويد وضبط الأداء والتلاوة أهم من الحفظ مع الخطأ، وهذه منهجية مهمة وضرورية يجب أن نعنى بها في حلقات التحفيظ. ومن الجوانب المهمة التي تؤثر على تقويم وتسريع حفظ الطالب أن تكون هناك مرحلة للتهيئة. ما هي مرحلة التهيئة؟ مرحلة التهيئة أن يختم القرآن عدة مرات تلاوة، تلاوة فقط، وأن نعنى بتجويد الأداء، لأن الحفظ هو مجرد تكرار حتى يستقر في الذهن، انتهى الأمر. يعني هي ليست عملية تحتاج إلى 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 جهد، إلى إلى هذا الجهد الذي نراه. الذهن أي شيء يمر عليه باستمرار يحفظه، أنت تحفظ بأذنك. وكثير من الآيات حفظناها ونحن لا ندري هي في أي سورة ولا في أي مكان من كثرة ما تكرر على أصوات من أصوات القراء وغيرهم. فمرحلة التهيئة هي مرحلة مهمة تهيئ الطالب للحفظ. ما الهدف منها؟ الهدف منها أن يقوم لسان الطالب وألا يباشر ثلاثة أعمال في وقت واحد. فالقضية الأهم هو أن يباشر قضية مهمة وأساسية وهي قراءة اللفظ وتجويد الأداء، ويمر على القرآن يختم 10 مرات 20 مرة. لو قلت له بعد هذه المرحلة من التلاوة وهي سهلة عليهم كثيرا، قلت له يلا نريد حفظ القرآن في 2 شهر، حفظ القرآن لأنه تلاه يعني استمر يتلوه 10 مرات، وبالتالي هو مهيئ للحفظ، مهيئ للحفظ السريع والمتقن
المجود. اليوم الطلاب الالتفات المباشر إلى مسألة الحفظ دون العناية بتجويد الأداء والتلاوة النظر أضعف تجويدهم وأضعف حفظهم، فأصبح إذا قرأ آية عنده مشكلة في التجويد وخطأ في قراءة اللفظ، وإضافة لذلك صعوبة استذكار هذه الألفاظ أو الآيات. فأقول إن هذه المرحلة هي من أهم المراحل، وأجود وأقوى حفظة القرآن ممن تعلمه هنا في مكة على أحد المعلمين في المسجد الحرام، كان لا يأذن لهم أن يبدأون بحفظ القرآن حتى يختمونه عدة مرات النظر. هم من أجود حملة القرآن ومن أكثرهم إتقانا، وبالفعل يأتي الطالب يمر على القرآن عدة مرات تلاوة مجودة، فإذا اطمأن الشيخ إلى تجويده وأدائه وختم بين يديه عدة مرات أذن له أن يحفظ. ليس كما هو موجود في كثير من الحلقات اليوم مباشرة، يأتي الطالب اليوم وبكرة يحفظ يسمع سورة الناس والكوثر وأنت ماشي. هذه التسوغ جاء مقبولة إلى حد ما، إلى حد قصار المفصل إلى سورة الشمس إلى تتجاوز جزء عمه، لكن بعد هذا سيبدأ الطالب يعاني من تنفيذ ثلاث عمليات في نفس الوقت: القراءة الصحيحة للآية، تجويد لفظ الآية وأداءها، حفظ الآية واستظهارها. فأقول الخطوة الأهم هي المرور على القرآن تلاوة عشرات المرات، ثم بعد هذا هو لو ترك الحلقة سيحفظ، ما يحتاج لمعلم، خلاص قرأ وجود. فمسألة أن يهيئ لحفظ القرآن بالتلاوة نظر وأن يجول ويذهب إلى هنا وهناك في تلاوته للقرآن، هذه من الأمور التي تؤصل لهذا الطالب وتجعله مستعد لجودة أداء القرآن. أطلت عليكم، أترك وقت للمداولة والمناقشة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.